قومي يا بنتي شوفي الواد نحر نفسه من البكا. دلوقتي يسكت. يمكن جعان. لسه مرضعاه. خرب بيت برودك يا شيخه هتنقطيني. مالك يا شمس في ايه؟ ايه اللي واجعك يا حبيبتي؟ لو موجوع عليه قوي كده اطلعي شوفيه، مش عمته انت ولا ايه؟ ولا قلبك ده حجر؟ قال مين اللي حجر يا بت؟ اللي تدب في عينك رصاصة انت. روحي شوفي الواد. واهدي. ايه يا بت المسخر اللي لابساها في البيت دي؟ في ايه يا حماتي مالك؟ بعمل اللي انت قلتي عليه. ولا انت بتقولي الكلام وتنسيه؟ كلام ايه يا ست البنات؟ مش انت قلتي ان انت عايزه البيت ده كله يتملي عليك عيال؟ مش انت قلتي ان انا عايزه كل سنه بطني تشيل وتحط؟ مش قلتي كمان ان حسن هو املك الوحيد وهو اللي هيخلد اسم عبد الحكيم؟ اديني بعمل اللي انت قلتي عليه يا مرات عمي. ولا ايه؟ جو؟ ما تطلعي يا شمس تشوفي الواد. ان شاء الله ما توعي تشوفي قدامك يا مخفيه. في ايه يا مرات عمي مالك؟ هو انت مش قلتي ان شمس هتاخد الواد وتعتبره ابني ليها؟ انا بقى ما عنديش مشكله. على الاقل افضل حسن حبيب قلبي. انت عارفه ده انا عامله له شويه كوارع، انما ايه هتخليه يخبط دماغه في الحيطه وترد تاني. اه والله كلامك اوامر يا ست الكل. حسونا ما تحن عليا. اختشي يا بنت اختشي. اعوذ بالله. قوم قوم شوف الواد. قوم. قال حسونا جاي. خد. ايوه بقى كلها نصها. طب والله ما عادت وراكي، ده انت حتى ثقه. لا يا شيخ، بقول لك ايه، عايزك تعمل لي حاجه مهمه قوي. ده انت تأمريني. عايزك تعرفني كل حاجه عن محرم واخته. بيفكروا في ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيدبروا لايه؟ وراهم ايه بالظبط؟ محرم مين؟ العمدة؟ اه يا اخويا العمدة. لا دي صعبة شوية. دي سلام؟ وايه اللي مصعبها بقى؟ ما انت عامل لي فيها ابو علي، وشوية تعمل لي فيها محمود المليجي، وشوية تعمل لي فيها وحش الشاشة. خايف من ايه؟ خلاص خلاص، هي مش صعبة قوي برضو. بس ليه؟ انت تعمل اللي انا بقول عليه وبس. انت مش بتاخد حقك. قول لي عملت ايه مع مروان؟ اتصل بيه النهاردة. عايزك تسمي بدنه. عايزك تحسسه ان امه هي سبب البلاوي دي كلها. ام جبرية هي اللي وقفاله زي اللقمة في الزور. يعني لو ماتت كل البلاوي اللي فوق دماغه دي هتروح. ما تقلقيش، بسيطة بسيطة. اه بالحق، عرفت الخبر الجديد؟ مش الواد محروس ناوي يرجع فوزية؟ محروس ناوي يرجع فوزية؟ يا ابن الجنية ناصح، عارف المصلحة بتيجي منين؟ ما تعمل زيه. بقول لك ايه؟ ما تروح ترد شمس. لا شمس، أنا مصدقت خلصت منها أصلا، دي بنت ملزقة. ملزقة ده إيه؟ ده هي وجبرية دلوقتي عندهم فلوس قد كده. آه اسمع كلامي، أنا عايزة مصلحتك. دي جبرية ما هتصدق ان انت ترد البيت تاني، بدل ما هي قاعده لها كده في البيت زي البيت الواقف. طب والله فكره، دي حتى شمسة دي طيبه. مش كده، انا بقول كده برضه، اصل انا خايفه عليك وعايزه مصلحتك. يا سلام. هو حياه عبد السلام اخويا الله يرحمه. ست فوزية؟ صباح الخير يا مفيدة. صباح الخير، والله كنت على بالي. مالك يا بنت فيكي ايه؟ كنت عايزة أكلمك في حاجة كده. حاضر، بس مش دلوك. فين ست كمار؟ يا جبرية! نعم نعم يا سنيورة، خير؟ عايزة ايه الصبح؟ مالك يا ولية؟ شايلة طاجن ستك ليه كده؟ لا خير وخير قوي كمان. ها
زينب حامل. ايه يا صبتي يا دي المرار الطافح يا مري يا مري، البنت حبلت ده النهار الاخضر ده. ستر يا رب. اها الهي ما تخلف ولا توعى تقوم على طين المربرب اللي على دماغها دي كمان. طين ايه يا وليه؟ ده انا قلت ان الخبر ده هيفرحك. زينب حامل؟ اه يا زينب، وانا اللي كنت فاكراكي سهله. ماشي يا بنت ابويا. جهرت قلبي يا فوزية. ده بدل الخبر ده ما يحنن قلبك. يحنن قلبي؟ كريمة هي اللي محتاجة تقولي لي الكلام ده، صح؟ كريمة ده يا ولية؟ بقول لك مرت ولدك الكبير حبلة. إن شاء الله تحبل في عفريت. يا قلبي، أمال حسن فين؟ معرفاش. الست جبرية موجودة؟ آه موجودة، اتفضل. يا مرحب يا مرحب. اهلا وسهلا. ازيك؟ لن يا اختي، انا اسفه جدا على التاخير. خطوة عزيزه يا اختي. اتفضلي اتفضلي. هاي هاي ورحمه الله وبركاته. حلوه هاي دي. طيب سلام عليكم. انا بقى لا 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 والله ابدا، لازم تقعدي معانا تشربي القهوه. لا معلش نبقى نشربوها مره تانية. لا ما ينفعش، انا عايزه اقعد معاكي. اقعدي. سمعتي عن اللي حصل؟ خير ان شاء الله. لا بجد ما تعرفيش، مروان خلى الرجاله بتاعته تاخد حسن يعني يحبسوه في المخزن القديم بتاعكم. اللي بتقوليه ده؟ هو ده اللي حصل. جبت الكلام ده منين؟ يا سلام، هو انت ما تعرفيش؟ مش انت برضو كنت موجوده في بيت مروان لما محرم راح له؟ راح لمروان ليه؟ اصل حسن راح لمحرم البيت وحكى له على اللي حصل وطلب منه بصفته العمده ان هو يروح لمروان ويكلمه يعني في الموضوع ده بهدوء. بس انت عارفه ابنك عادي يصرخ ويزعق وخلى الرجالة بتاعته تاخد حسن للمخزن القديم. قسما بعزة جلالة الله أنا ما أعرف حاجة، أنا لسه عارفة زي زيك. ها محرم بيه موجود؟ نقول له مين يا فندم؟ شاهد. أهلا 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 وسهلا يا دي النور. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. تحبي تشربي اجيب لك قهوه؟ لا بلاش قهوه، القهوه مضره. بقول لك ايه، هات لي عصير، عندي عصير ممتاز. اتفضلي حضرتك اتفضلي. يا ضو النور اهلا وسهلا، اتفضلي تنورتينا. اتفضلي تاحي. انا الحقيقه ما كنتش عارف ان عبد الله الله يرحمه عنده بنات حلوه قوي كده. هو حضرتك كنت تعرف بابا؟ اه طبعا اعرفه كويس، بس الحقيقه بقى انا ما شفتكيش كتير هنا. اصلا انا مش عايشه هنا، انا عايشه في القاهره، بس موجوده يعني الايام دي عشان دفنت بنت خالي. الله يرحمها الله يرحمها. على فكره البنت دي اتظلمت، وانا بقى ما بحبش الظلم. قولي لي انت بتشتغلي؟ اه محاميه. والله؟ طب والله انت بنت حلال. تصدقي بقى اني كنت بدور على حد محامي يمسك لي اعمالي وخصوصا الشؤون القانونيه. انا تحت امرك. انت عندك مكتب؟ لا الحقيقه انا بدور الايام دي يعني على مكتب. وليه تدوري؟ انا عندي مكتب في وسط القاهره، كنت مشتريه زمان عامله مكتب تجاره لما فكرت يعني ان انا تاجر، ودلوقتي بدور على حد يمسكه وخصوصا الشؤون القانونيه. ايه رايك؟ انا مستعد انزل. حط القهوة هنا. اشربي اشربي. ايه رأيك تنزلي معايا وسط البلد افرجك على المكتب ده؟ متشكرة قوي. الحقيقة أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، أنت بعت لي ليه؟ أنا؟ أنا فاهم إن أنت اللي عايزاني، أنت اللي عايزاني أنا. أنا؟ آه. مش أنت رحت لموظف في الجمعية الزراعية وقلت له ان ليك طلبات يعني عايزه منه حاجه، قلت له ان جايه من طرفي؟ انا اسفه طبعا ان انا عملت كده، بس انا حسيت يعني ان المصلحه مش هتخلص الا لما اقول ان انا جاي من طرفك. ولا اسف ولا حاجه. ايه اللي يوديك عنده؟ اللي انت عايزاه ممكن يعمله لي، كنت قاعده معايا هنا في المكتب. انا كنت عايزه اعرف التركه الخاصه بفريده. فريده؟ مش فريده دي كانت مرات مروان؟ الله يرحمها. الله يرحمها الله يرحمها. فهمت انا دلوقتي.
ومروان هو الوريث الوحيد ليها، مش كده؟ تصدقي بقى مروان ده طلع انسان مش كويس. تصدقي يطردني انا من بيته، انا يطردني من بيته. لو ايه؟ يخلي رجالته يمسكوا اخو حسن ويحبسوه. ده كلام؟ هو مروان صعب شويه بس مش وحش قوي كده. لا 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 وحش جدا جدا، انت اللي طيبه ومش فاهمه اي حاجه. مروان ده عامل زي الكلب المسعور، يعشق الفلوس، الفلوس هتجننه، وعنده فلوس كتير، عايز فلوس تاني ليه؟ هي فريده كانت غنيه قوي كده؟ قوي. ريتال ازيك؟ عامله ايه؟ مبروك. شفتي؟ الحمد لله. انتي مش متخيله انا مبسوطه قد ايه. ربنا يبسطك يا زينب. انا كنت عارفه ومتاكده ان انتي هتيجي تباركيلي. بقول لك ايه، انا حاسه كده ان انا جعانه شويه، ما تيجي ناكل حاجه مع بعض. لعبتيها صح يا زينب، لعبتيها صح. صدق انا ما كنتش اعرف ان دماغك عاليه قوي كده. انتي قصدك ايه؟ قصدي ايه؟ حسن ده ايه؟ الزغلول الكبير هو اللي يقش، مروان هو اللي في ايده كل حاجه، مش كده؟ انتي فيكي ايه بالظبط؟ هي الحسبه كده يا زينب، مين اللي في ايده كل حاجه؟ مروان. مين اللي الكل هيقول له امين ومحدش هيقدر يفتح عينه فيه؟ برضه مروان. ومروان في ايد مين؟ في ايد اختي وحبيبتي زينب، وزينب عارفه هي بتعمل ايه كويس قوي. انت اتجننتي؟ لا انا ما اتجننتش، انا هبله. كنت فاكره نفسي ست بصحيح، انما انت طلعتي ايه؟ معلمه. مفيش حاجه فلتت من ايدك، كله متخطط ومتظبط بالورقه والقلم. واحد زائد واحد يساوي كام يا زينب؟ انت طلعتي واطيه قوي. اوطى منك؟ ما اعتقدش. انت عايزه تلهفي كل حاجه يا زينب، عايزة تقعدي على التل لوحدك، عايزة تاكلي وتشربي وكلنا نقعد نتفرج عليكي، مش كده؟ ايه اللي في دماغك يا زينب؟ امشي 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 برا برا يا زينب. صدقني ما كنتش واخده بالي منك قبل كده. هو ده اللي انا كنت عامله حسابه. ايه اللي في دماغك يا بنت ابويا؟ أنا مش سودة كده عشان أفكر زيك. والله بأمارة إيه بقى يا زينب؟ بأمارة ما كنت عايزة تزلي عمك وتاخدي حقك، ولا بأمارة ما اتجوزتي العمدة؟ آه بس أنت لحقتي نفسك وعرفتي غلطك فين وصلحتيه. بس مروان بقى حب قديم، عشرة عصفور يا عيني، يحب يقعد على كل وردة شوية، وأنت مش أي وردة، ده انت جنينة ورد بحالها. امشي. هو انت بتطرديني من بيتي ولا ايه يا زينب؟ ده بيتي يا حبيبتي زي ما هو بيتك بالظبط. اوعي تحسبي ان اللي حصل معايا في البيت ده مش هيخليني اعرف اخش البيت الكبير تاني. تبقي غلطانه. بقول لك يا زينب، انت عارفه اختك كويس قوي، ما بتسيبش حقها. عارفه انا لو ليا حق عند امي الكريمه هاخده، ومن حباب عينيها كمان. انا مش عايزه حاجه، ولا عمري فكرت ولا هفكر بالطريقه دي. عشان كده مروان حبس حسن في المخزن. اللي ما بين حسن ومروان انا ماليش دعوه بيه. يا سلام، مالكيش دعوه بيه دلوقتي؟ مالكيش دعوه بيه؟ امال فين بقى دور حمامه السلام اللي انت عايشه لي فيه؟ ولا اللي بيحصل ده على هواكي؟ بقول لك يا زينب، مش جابريه قتلت فريده وابن مروان عشان ما يخشوش البيت الكبير ويورثوا فيه؟ أنا بقى أسود منها يا زينب، أسود منها 100 مرة. وهو أنت فاكرة إنك تقدري تقربي من ابني ولا تلمسيه؟ ولا هسيبك، انسي. هنشوف. طب ما احنا حلوين أهو، وبعدين بقى احنا هنقلبها دراما ولا ايه؟ اصل ايه؟
افتكرت ايام المدرسه الثانوي، اول مره البس فيها جيبه وبلوزه بيضة. خدت شنطتي في حضني، طلعت من بيتنا، كانت ركبي بتخبط في بعض، كنت حاسه ان اهل البلد كلهم بيبصوا علي. كنت فرحانه قوي اني هتعلم وهيبقى زي ولاد عبد الحكيم، وخصوصي مروان، بس اللي كنت حاسه اني هتجوزه. كان كل همي ان البلد كلها تحكي عن نادية اللي مفيش في زكاوتها ولا نبهتها، وحصل كل اللي كنت عاوزاه، بس كنت خايفه من الزمن، عشان الدنيا لما بتدينا حاجه زينه لازم يكون وراها مليون حاجه زي الزفت. انا ما عارفهاش حياتي اتغيرت كده كيف. طب مش هنخلص بقى من حصه الذكريات دي ونفكر هنعمل ايه؟ قولي قولي يا ست منى. كلمتي شعب؟ طب ما تكلميها انت. وانت ما تكلميهاش ليه؟ عشان لو انا كلمتها ممكن حد غيرها يرد ياسك اخواتك. طيب بصي بقى، انا عايزاكي تبلفي مهدي. ما فهماش تقصدي ايه يا بنت؟ راجل وحداني وانت موزة. طب وليه مش انتي؟ نادية انا بتضايق قوي من الموضوع ده، ما تجيبيش سيرته تاني. ما تزعليش مني، بس انا ما بفكرش كده. لازم تفكري. شوفي، هو الراجل محترم وخدمني، وانا شويه كده وهطلب منه ان انا امشي، بس الفتره دي هو ده احسن مكان اكون موجوده فيه. طب خلي بالك بقى عشان انا بنبهك. هات اللي عندك. قالت لها لا بالتفصيل يا صبح. قالت لها ان دي مش سكتها، وان حضرتك بتخدمها خدمه كبيره قوي، وانها قاعده بس عشان المكان هنا افضل مكان تقدر تستخبى فيه الفتره دي. كنت متاكد انها هتقول كده. العشاء جاهز؟ جاهز سعادتك. طب اتفضل انت. ايه؟ لسه ما اتعلمتش؟ قسما بالله العلي العظيم لكم معلقك زي الدبيحه وسط البلد يا مروان. تصدق انت صعبان عليا قوي. بكره تشوف انا هعمل فيك ايه. يعني لسه ما اتعلمتش ومش عاوز تفهم. افهم ايه؟ كل ده عشان مراتك حامل وهتجيب لك عيل، عايزه يكوش على الدنيا باللي فيها، والكل يبقوا خدامين عندك. مين اللي قال لك ان انا عايزك ده؟ ما اللي بتعمله ده ليه؟ تقصد بيه؟ لو بتسمع الكلام ما كانش ده حصل. انا عمري ما هبقى عبد الله ولد عبد الحكيم. ايوه امال ايه؟ انت فاكر ان هبقى خدام تحت رجلك وهستسلم زي عمك عبد الله؟ لا مش هيحصل. واللي حصل ده طار بيني وبينك، مش هيكفيني فيه موتك. اللي انت عملته ده يا مروان قد عصلت الدم بيني وبينك، يعني الدم اللي بيجري في عروجي مش هو الدم اللي بيجري في عروجك. اذا كان امك رمت طوبتك وقالت انك مت وخدت العزا فيك، فانا مش هاخد عزاك الا لما ادخلك القبر بيدي. يا واد هات الجدل ده. هات امسك ده. تعلم يا واد. انت لازم تتصرف. حاضر. لازم مروان يفهم ان انت العمده كبير البلد،
ها؟ ما ينفعش تسيب حسن أكتر من كده. ما أنا قلت لك أنا سايبه ليه؟ ما ينفعش، كفاية، مروان ممكن يقتله. ما يقتله! من الآخر كده ما ينفعش، بنتك بتحبه. بنتي؟ بتحب مين؟ بتحب حسن ده؟ إزاي؟ بنتي؟ ده متجوز اتنين. لبنى بنت أنا تجوز واحد زي ده؟ هو ده اللي حصل. هي اللي قالت لك؟ أنا حسيت من ساعة اللي حصل ده وهي حبسة نفسها في الأوضة وعمالة تعيط ولا أكل ولا شرب. لازم تكلميها، لازم تفهميها. بنت أنا، بنت أنا تجوز واحد زيه زي أي حد بيشتغل عندنا؟ ممكن تهدى بس، اهدى. لازم تفهم حاجة مهمة، اللي خلاها تقبل الوضع ده وتعيش في البلد دي هو حسن. إحنا لازم نفهمها واحدة واحدة. وخلي بالك انت لو ما انقذتش حسن هتحس ان انت بتعمل كده عشان تبعدها عنه، وساعتها هندخل في سكه تانية ومشاكل تانية خالص. انا لازم اكلمها. ما تقلقش، ما تقلقش خالص، انا اللي هكلمها واتصرف معاها. اهد انت بس. إياك أشوف في عينك دمعة أنت ولا أخوك، البكا والحزن للحريم. حسن، البيت ده مش هيقوم نجومة غير بي أنا وأنت وبس. المركب اللي ليه يا ريسين تغرق يا حسن. وأنا مش هسألك عن حاجة يا مروان. أنا زي ما وعدت أبويا مروان، لا حاجة في قصادك ولا هقول لك لا. طيب انت يا حسن، والطيب اول واحد الريح تكسره، لكن القوي تقدرش عليه الريح. يا ولدي، ان جاك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. وري يا بنت من قدامك، انتوا اهل البيت يا مروان. انت فين يا مروان؟ انتوا يا ناس ايه ايه في ايه داخله بزعبيبك كده ليه؟ وبزعائل مين اصلا؟ بتنادي على مين؟ الله، هو البيت ده ملوش حرمه ولا ايه؟ اللي يخش بيتي يتكلم بالراحه بالذوق بالهداوه، مش نخش بيوت الناس كده من غير استئذان. اياك تكوني فاكره عشان هملت لك البيت عادش بيتي خلاص يا كريم. لا طبعا مش بيتك يا جبرية. لو كان بيتك يا حبيبتي ما كانش ابنك الكبير طردك منه. عنديش عيال غير حسن. لا عندك الكبير، الكبير قوي لسه عايش وحسه في الدنيا. مات وخدت عزاه خلاص. فوقي يا جبرية، فوقي. انت ايه؟ ما بتشوفيش الناس بره بيقولوا عليك ايه؟ ما بتسمعهمش؟ بيقولوا مسكينة جبرية اتجننت، كل الفيوزات بتاعتها ضربت، فاضل لها هسة وتمشي في الشارع ناكشة شعرها مجنونة كده والعيال يضربوها بالطوب. طب تصدقي انت صاحبان عليا قوي، ابنك الكبير مش طايق يبص في وشك ولا يسمع لك هس. وحسن الله يكون في عونه محدش يعرف مطرحه فين، لا حول له ولا قوة. ولا شمس المسكينة دي بعد ما اتطلقت محدش عايز يبص في وشها، بقت قعدالك كده هو زي البيت الواقف. اه والله العظيم زي اللقمة الناشفة اللي بتقف في الزور. انا اللي حكتم زورك يا ولية، انت كلمتي نزلي. اوعي اوعي يا مجنونة يا مجنونة،
انت جايه ليه؟ بتتلككي؟ عايزه مروان يقول لك تعالي هنا تاني؟ مش هيحصل، بعيد عن شنبك يا جبريه. انا عرفت انت جايه ليه، جايه تطمني ان فعلا زينب حبله من مروان وهتجيب له ولي العهد. اقول لك ايه، فوق لنفسك وشوفي لك بلد تانية اداري فيها عن هنا، اتكلي على الله. اهلا اهلا يا مروان، الحمد لله على السلامه. اما حسن فين؟ انت جاي عشان حسن ولا جاي عشان عرفت ان زينب حامل؟ اخوك فين؟ اخويا بقى مرت ايه؟ بقى مرت اني ميت ومدفون. بعد الشر عليك يا رب، اللي يقول كده هو اللي يدفن. استحسك في الدنيا. جاي عشان تشوفي زينب ولا جاي عشان تقتليها زي ما قتلت فريده؟ قتلتش انا فريده. كدابه جبريه. هتكون لامك كدابه؟ في اليوم اللي فاتت دي انا عمال اقول في حاجه غلط، مش مصدق انت تعملي كده، تقتلي ولدي وتكسري قلبي، لكن في الحقيقه انت اللي عملتيها واللي شافك قال لي. مين اللي شافني قول؟ فتحي. فتحي هو اللي قالك كده؟ وانا اتاكدت من كده. حتى لو انا اللي قتلته، ليه تعمل كده في اخوك؟ عشان يطلب حقه؟ ما حدش ليه حق عندي. لا، لينا حق. كلمه ورد غطاها يا مروان، طلع اخوك من الهوا فيه وشير المحامي يخلص الحقوق من بعضها. ولو حسن حصل له حاجه ما هيكفنيش فيه رقبتك ورقبت كل الحريم اللي حواليك، وقلبي غضبان عليك ليوم الدين. أما كريمة ليه اللي هتتكلم معاكي؟ أنا شلت يدي من حريم العيلة دي وقلت لها أم كريمة أي واحدة من العيلة دي تعوز حاجة أنت المسؤولة وتشوف إذا كان ينفع ولا لا. أنا مش فاضي للت وعجن الحريم وجع الدماغ. قول اللي عندك وروحي وهي هتبعت لك وتشوف إذا كان ينفع ولا لا. الله يقويك ويقدرك يا ابني يا حبيبي يا رب. معلش يا جبرية، أصل أنا يا أختي النهاردة قمت من النوم مخستكة وجسمي فاكك خالص وعندي صداع ما أقولكيش. أنت تفوتي علينا بكرة، بس قبل ما تفوتي علينا بكرة تكلمي في التليفون، بس يبقى بعد الظهر، أكون أنا صحيت وفوقت كده وشربت قهوتي. والله لو مزاجي حلو هقولك تعالي يا جبرية، لو مزاجي عفش برضه هقولك فوتي علينا بكرة. أنستي وشرفتي يا جبرية. أنا عارفة إن اللي بيحصل ده غضب ربنا، عارفة إن اللي بيحصل ده حاج عبد الله الله يرحم، بس قولي يا عم الشيخ أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان الدنيا تهدى؟ العيال بتاكل في بعضها. روان وحسن لازم يعرفوا إن مالهمش غير بعض، ولازم يفهموا ويعرفوا إن الدنيا دي زوال ومتاع الدنيا زوال يا بنتي. طبعا يا عم الشيخ قول لي اعمل ايه؟ اقول لهم ايه؟ طب بالله عليك تيجي انت وتتكلم مع مروان. مروان ده طيب، والله العظيم طيب، انا ما عارفاش بس ايه اللي قلبه كده. الغرور يا بنتي، الغرور والكبر، الشيطان اللي وداه في داهيه، الغرور والكبر اللي خلاه يشوف نفسه احسن الناس على الارض، شاف الناس كلها اقل منه والمفروض هو يبقى فوق الجميع. الشيطان قال يا بنتي انا الافضل وما فيش حد بعدي ولا في حد قبلي. ولاد عبد الحكيم يا بنتي بيعملوا كده، بيعملوا كده يا بنتي. طب والعمل؟ العمل يا مولانا. العمل، العمل انك تنصحيهم. انصحيهم يا فوزيه، لازم في كل ليل ونهار لازم تنصحيهم.
ويعرفوا إن العمل الصالح هو اللي باقي لهم، وإن أخوه ده ظهره ومهما عمل لازم يساعده ويقف جنبه ويسامحه. الحق حق يا بنتي، الحق حق، ولازم كل واحد ياخد حقه، والحق لازم يرجع لأصحابه. إيه ده؟ مين الغبي اللي بيخبط بالطريقة دي؟ فيه إيه؟ فين الباشا؟ فين الباشا يا ريم؟ يا باشا فين الباشا؟ اهدي بس اهدي واحدة واحدة. ياش يا باشا، هد البلد على اللي فيها، وحسن يبيت الليلة في حضني. دي مسألة عائلية يا ست جبرية. ايه؟ ايه الكلام اللي هتقوله ده؟ جرائية محرب عائلية ايه وبتاع ايه؟ مروان غلط ولازم يتعاقب، ما ينفعش يعمل كده حتى لو مع اخوه، ولازم البلد كلها تعرف ان انت خدت موقف. ها؟ بابا اتصرف عشان خاطري، حسن لازم يرجع. انا ممكن اقلب البلد على اللي فيها، بس انا خايف ست جبرية في الاخر قلبها يحن وتقولي معلش، دول برضو اخوات. انا ماليش غير واد واحد والتاني مات وشبع موت. يعني انت عايزاني اروح اجيب حسن من المكان اللي حبسه فيه اخوه؟ مش بس كده، وكمان مروان يتأدب ويده اللي مدها على اخوه تقطعها له. احنا السبب في كل اللي بيحصل ده، احنا اللي جبناها لروح. كنا عملنا ايه عدل عشان الدنيا يتصلح حالها ولا العيله تحب بعضها؟ استغفر الله العظيم. مالك يا زينب؟ مالك يا بنت؟ مروان حي يا حبيبي. مروان يا جريمة! مالك يا زينب؟ ايه ده حاني يا مالك يا زينب؟ مالك يا حبيبتي؟ ها؟ زينب مالك؟ ليش بدك؟ اه يا حسن افتح الباب! هموت. افتح الباب! شد حيلك يا زينب! ليش بدك يا زينب؟ اه مش قادرة هموت! لا كل الوقت بتسوي افتح يا عمتي! هموت! خش يا مروان! يا مروان لحالي! ناولني ناولني يا مروان! تعالي يا مروان! تعالي يا مروان! خش يا عمتي! أخيرة متر في متر، أهم حاجة
هقوم والسبب غيرة وطمع بقلب نكسر ابوه احنا في زمن الجشع فالاخ يكره اخوه والسبب غيرة وطمع بقلب نكسر ابوه احنا في زمن الجشع في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.